إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. صحة وترسيس، معاكم دكتور حنس حشمة. النهاردة يا جماعة هنكمل سلسلة الفيديوهات في القناة الخاصة بالتوعية الجنسية. الناس الأول مرة تشوفني يا جماعة على القناة، احنا نزلنا 3 فيديوهات خاصين بالتوعية الجنسية، فيديوهين عن سرعة القصف، والفيديو اللي فات كان عن ضعف الانتصاب. النهاردة هنكمل الفيديو الرابع في فيديوهات التوعية الجنسية، وهيبقى خاص عن طرق فعالة لعلاج ضعف الانتصاب. بداية يا جماعة عايزين نقول امتى نقول ان الراجل ده عنده عدم انتصاب. بنقول لما يكون ان هو ما يحصلش على عضو منتصب في 75% من المرات اللي بيحاول فيها الجماع مع شريكة حياته، وده بيتمثل في ان انتصاب ضعيف جدا او عدم وجود انتصاب نهائي، لا يرقى لاجتماع لحدوث جماع كامل مع شريكة الحياة، او حدوث الانتصاب لفترة قصيرة ثم يرجع الوضع الى عدم الانتصاب مرة اخرى، وبالتالي لا يحدث اجتماع كامل. طيب يا ترى في اطعمة يا جماعة بتساعد على قوة الانتصاب؟ ايوه، في عندنا التمر مع حب العزيز، ده بيزود الحيوانات المنوية وبيزود السائل المنوي داخل الرجل وبيزود قدرته على المعاشرة الجنسية. في أدوية تانية زي عندنا الجرجير والجزر والبقدونس وعسل النحل والبصل والثوم والقرفة والجنزبيل، كل دي أطعمة تزود الانتصاب عند الرجل، تمام، وتزود قدرته الجنسية على المعاشرة، تمام. طيب الطب البديل ليه رأي غير في الموضوع ده؟ بيقول ان ممارسة اليوغا بتساعد على تقوية الانتصاب. كمان عندنا التدليك، بيعملوا حاجة اسمها تدليك البروستاتا، اللي هو تدليك الأنسجة حوالين وجوه الفخذ نفسه، ده بيساعد على تدفق الدم في القضيب، وبالتالي بيوصلني لانتصاب قوي جدا. الدراسات الحالية يا جماعة بتقول ان ممارسة التمارين الرياضية وممارسة الأنشطة الهوائية المعتدلة والشديدة بتقوي الانتصاب عند الرجل. ولكن خلي بالنا بقى من النقطة اللي جاية، الناس اللي بتركب الدراجات، الابحاث قالت ان الناس اللي بتركب الدراجات بتستخدمها كوسيلة نقل او بتستخدمها كرياضة بيحصل عندهم ضعف في الانتصاب. ليه يا جماعة؟ قالك علشان الكرسي بيبقى بيضغط على المنطقة الواقعة بين كيس الصفن في الخصيتين وما بين المنطقة ما بين فتحة الشرج، والمنطقة دي فيها شرايين واعصاب خاصة بعملية الانتصاب، فالضغط ده عليها بيضعف لي عملية الانتصاب. طب ايه الحل لو في ناس ما بتقدرش تستغنى عن ركوب العجل والدراجات الهوائية، او بتستخدمها كرياضة، او بتستخدمها كوسيلة للنقل ان هي بتروح بيها شغلها او ما شابه المشاوير بتاعتها؟ الحل ان نعمل ملايمة للكرسي بحيث ما يضغطش على المنطقة الواقعة ما بين كيس الصفن وما بين فتحة الشرج، وبالتالي ما يأثرش على الاعصاب والشرايين اللي ليها دور في عملية الانتصاب. نخلي بالنا من الموضوع ده يا جماعة جدا. بعد كده عندنا تمارين الحوض، قاع الحوض، ليه؟ او بنسميها تمارين كيجل. طبعا انا مش هشرح التمارين دي لان انا شرحتها في الفيديو بتاع سرعة القصف، ياريت نرجع نشوفه. اللي انا عايز اقوله ان في دراسة صغيرة شملت 55 رجل كانوا بيعانوا من ضعف الانتصاب، بعد 3 شهور حصل تحسن كبير جدا للناس اللي انتظمت في عمل التمارين دي، بعد 6 شهور حصل تحسن كامل والناس رجعت لطبيعتها والانتصاب عندها بقى طبيعي 100% بعد 6 شهور من ممارسة التمارين بنسبة 40% من الناس اللي كانوا في الدراسة. بعد كده عندنا العلاج بالوخز بالإبر عن طريق طبيب بيبقى معتمد وبيستخدم إبر ذات الاستخدام الواحد وبعد كده بتترمي وبيتخلص منها طبقا لإرشادات وتعليمات هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، تمام، في التخلص منها يعني، وتعقيم الإبر كمان. الإبر دي فكرتها إيه؟ بيجيب إبر بيوخز بيها القضيب، فبيؤدي إلى إن الدم بيجي ناحية القضيب والقضيب بيمتلئ بالدم وبالتالي تحدث عملية الانتصاب. طيب يا جماعة إيه الأدوية اللي ممكن تعالج ضعف الانتصاب؟ زي الأدوية الفموية، زي مادة اليوهمبين والبابافيرين
والجينسينج والميثايل تستوستيرون. اما في عندي كوتا دي لافيل والماده الفعاله اللي اسمها الجديده، ده دواء جديد يعني ماده فعاله جديده نازله في السوق اسمها افانافيل. لكن الحاجات المواد الفعاله المستخدمه هنا في مصر ماده السيلدينافيل موجوده زي الفياجرا، موجوده في الايريك، موجوده في الفايريكتا، وفي سلسله طبعا من الاسماء التجاريه موجوده وهي الماده بتاعتهم واحده اسمها السيلدينافيل، وفي ماده تانية اسمها الفاردينافيل دي موجوده في السيالس والسنافي وموجوده في الليفيدرا. طيب الادويه دي بتشتغل ازاي يا جماعه؟ بتزود اكسيد النيتريك ودي ماده طبيعيه كيميائيه بتنتج في الجسم بصوره طبيعيه، فبتروح على القضيب بتعمل ارخاء للعضلات بتاعته فيحصل زياده لتدفق الدم في القضيب فبيحصل الانتصاب. ولكن نخلي بالنا يا جماعه ان الادويه دي ما بيحصلش تاثير غير لما بيحصل تحفيز جنسي. من ضمن الحاجات المضحكه يا جماعه ان انا في واحد من الناس اخد حاجه منشطه جنسيه من الحاجات دي وراح البيت مستني يحصل تحفيز جنسي، يعني هو مستني ان هي تشتغل، فيعني ما تعرفش هو كان عايز يعمل مفاجاه لمراته ان هو هيعمل علاقه يعني ولا ايه. فالمهم استنى لحد ما جاني تاني يوم فبيقول لي يا دكتور دي ما عملتش اي حاجه. فبقول له طب هو ايه اللي حصل؟ فاكتشفت ان هو يعني ما حصلش تحفيز جنسي ليه. فالادويه دي يا جماعه بتستلزم تحفيز جنسي، لازم تشوف مؤثر جنسي عشان تبتدي تشتغل معاك، يعني مش تاخدها وتبقى قاعد مكانك مستنيه ان هي تشتغل لوحدها، مش هتشتغل لوحدها الا بتحفيز جنسي. وبالتالي يا جماعه الادويه دي ليها اثار جانبيه كتير، زي بتلاقي في احمرار خفيف في الوجه، في تهيب، في احتقان في الانف، في صداع، في تغيرات بصريه، في الام في الظهر، في اضطراب في المعده، في تقليل في ضغط الدم، ضغط الدم بيقل بدرجه كبيره جدا، في عندك دوخه وغثيان. تحذيرات الادويه دي يا جماعه، الناس اللي بياخدوا اي ادويه تحتوي على ماده النيتريت، الماده دي يا جماعه بتستخدم لعلاج الذبحه الصدريه اللي بيجي له الام في الصدر، والماده دي بتستخدم لزياده تدفق الدم لشرايين القلب، زي مين؟ زي ماده النيتروجليسرين و ايزوسوربايد احاد النيتريت وايزوسوربايد ثنائي النيتريت. اللي بياخد الادويه دي يا جماعه ما ينفعش ياخد الادويه اللي احنا سميناها دلوقتي بالمواد الفعاله. وبالتالي ممنوع في امراض القلب وفشل القلب، ممنوع في الناس اللي بيحصل لهم انخفاض في ضغط الدم لان هي بتعمل انخفاض زياده فممكن يحصل غيبوبه تامه وانخفاض حاد في الدوره الدمويه تؤدي للوفاه. تاني حاجه ان هي ممنوعة لكل من لا يسمح وضعه الجسدي والطبي والنفسي بممارسة الجنس. خلي بالنا ان هيئة الغذاء والدواء الامريكية حذرت من نوع من الاعشاب من الفياجرا، وقالت يا جماعة ان الاعشاب دي احيانا بتحتوي على مواد خطرة ممكن تقلل الضغط بشكل خطير جدا تؤدي للوفاة، وان الاعشاب اللي هم بيسوقوها ان هي في صوره اعشاب طبيعيه ممكن بتحتوي على مواد خطره غير مدرجه على الملصق، يعني ما بيبقوش كاتبينها على الكيس من بره او على المحتوى من بره، وبالتالي ممكن كمان تكون تعرضت للتلوث اثناء عمليه التغليف وبالتالي قد تشكل خطوره اكبر من اقراص الفياجرا نفسها. فارجوكم يا جماعه ما ناخدش اي حاجه حتى لو ان هي اعشاب، لكن احنا ما نضمنش ايه الحاجات اللي محطوطه. طب يا جماعه دلوقتي الناس اللي بتاخد الفياجرا وما بتجيبش معاها نتيجه لازم نعمل فحص لهرمون التستوستيرون. هرمون التستوستيرون يا جماعه ده منظم للرغبه الجنسيه، لو لقيته تركيزه في الدم قليل جدا يبقى انا كده محتاج اخد بدايل التستوستيرون مع الفياجرا. عشان كده الفياجرا لو واحد هرمون التستوستيرون عنده قليل الفياجرا عمرها ما هتجيب نتيجه معاه، لازم ياخد بدايل التستوستيرون مع الفياجرا عشان يحصل عنده انتصاب قوي. بالنسبه للناس اللي ما بتسعفهمش الادويه اللي بياخدوها عن طريق الاقراص، يستحسن ان هم ياخدوا المواد الفعاله دي في صوره حقن بيحقنوها في الاوعيه الدمويه الخاصه بالقضيب في الجسمين الكهفيين للقضيب اللي هو اسمهم كوربورا كافرنوزا. تمام؟ طيب نيجي للحقن بالبروستاديل داخل الإحليل في القضيب. البروستاديل دي يا جماعة دي مادة موسعة للأوعية الدموية
شبيهه جدا بالبروستاجلاندين اي 1، ودي بتشبه في عملها مع الهرمونات اللي بتساعد على زياده الانتصاب. كل اللي بيعملوه انه بيمسكوا ابره دقيقه جدا وبيحقنوا بيها القضيب في الجنب او في القاعده بتاعته. طيب الحقن دي بتحتوي على ايه؟ بتحتوي احد المواد دي اللي هو فينتولامين والبروستاديل وبابافيرين. احيانا بيحطوا الحقن دي بيسموها كفرجكت او ايديكس. الحقن دي يا جماعه بيحطوا فيها احيانا مادتين مع بعض فبيسموها مزيج ثنائي باي ميكس، او احيانا بيحطوا الثلاث مواد اللي انا قلتهم لكم من شويه فبيسموها مزيج ثلاثي تراي ميكس. لكن موضع الالم اللي بيحس بيه المريض من اتجاه الحقنه بيبقى خفيف جدا، لان طبعا الابره المستخدمه بتبقى دقيقه جدا. لكن هل ليها اثار جانبيه؟ احيانا بيحصل نزيف خفيف في المكان اللي اتحقن فيه، واحيانا بيحصل مشكله كبيره قوي الانتصاب لفترات طويله، باللغه العربيه بيسموها القصاح، ودي حاجه بتبقى مؤلمه جدا يا جماعه. يعني الواحد ممكن يمارس ويخلص العلاقه الجماع، وبعد ما يخلص العلاقه نفسها يلاقي نفسه انه عنده الانتصاب مازال موجود، والحاجه دي بتبقى مؤلمه جدا. لكن اخر عرض جانبي لكن هو نادرا ما بيحدث اللي هو تكون نسيج ليفي داخل القضيب، دي نادرا ما بتحدث. كده عندنا يا جماعه لبوس البروستاديل. اللبوس طبعا بنستخدموه لما الرجاله بتخاف من الحقن بتاعه البروستاديل، هما بيمسكوا اللبوس بيدخلوه باداء خاصه في قناه مجرى البول في القضيب. بيبدا المفعول بتاعه بعد 10 دقائق على طول من وضع اللبوس، وبيستمر من الانتصاب من 30 دقيقه ل 60 دقيقه. لكن يا جماعه اللي هو طبعا الاستاذ مدير قسم المسالك البوليه بجامعه كولومبيا بمدينه نيويورك بيقول ان استخدام الابر افضل بكتير من استخدام اللبوس، لان الابر بتوصل الدواء بشكل مباشر للقضيب، لكن اللبوس اول ما بحطه في داخل قناه مجرى البول بيبتدي المفعول بتاعه بيبتدي يمتص جزء منه قبل ما بيوصل للقضيب. الاثار الجانبيه بتاعه اللبوس يا جماعه بيعمل الم وبيعمل نزيف خفيف في قناه مجرى البول نتيجه دخول اللبوس بالاداه، وبعد كده بيشكل الانسجه الليفيه داخل القضيب، واحيانا بيعمل لي مشاكل زي نسيج ندبي ويطور لي زي حاجه اسمها مرض باريني، اللي هو زي ما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت عباره عن تطور نسيج ندبي داخل القضيب. طيب يا جماعه يا ترى في جراحات تخص عمليه الانتصاب يا جماعه وعلاجها؟ يا جماعه في اول حاجه عمليه زراعه قضيب صناعي. طبعا كلكم مستغربين ازاي يا دكتور عمليه زراعه قضيب صناعي. كل العمليه يا جماعه هي جراحه بسيطه وسهله جدا ونسبه نجاحها كبيره جدا. كل اللي بيعمله حاجتين، يا اما يحط عضو منتفخ داخل القضيب نفسه تمام، او يحط عضو مش منتفخ وانت بتنفخه بمضخه خاصه عند الحاجه لممارسه الجنس. الحاجه الثانيه بيزرع عن طريق الجراحات قضبان على جانبي القضيب. القضبان دي يا اما تبقى قضبان منتفخه او تبقى قضبان شبه صلبه بتتني وتتفرد على حسب الحاجه، وده بيسمح كمان فيها امكانيات بتسمح بتوقيت الانتصاب و مدته. دي بالنسبة لجراحة زراعة القضيب. عندنا كمان في جراحة تانية اسمها إعادة الدموية للقضيب، أو بالإنجليش يا جماعة اسمها Revascularization. بمعنى إيه؟ أن أحيانا ضعف الانتصاب نتيجة أن الدم مش واصل نتيجة انسداد في الأوعية الدموية اللي بتوصل الدم للقضيب، هو زي نظام بيعمل لها تسليل فالدم بيرجع تاني للقضيب فبتحصل عملية الانتصاب. ولكن الجراحات دي كلها يا جماعه من الاثار الجانبيه الشامله فيها ان هي بتعمل لي عدوى. ناهيك عن ان الجراحه زي اعاده الدمويه للقضيب نسبه نجاحها بسيطه جدا لا تتعدى 1%. بالنسبه للاجهزه اللي بنشوف اعلاناتها في كل مكان، اجهزه علاج الانتصاب، عمركم فكرتوا ايه يعني اجهزه او جهاز علاج الانتصاب؟ هو عباره عن اجهزه شفط بتعمل بحلقات انقباض باستخدام مضخة خاصة مخلية اللي هو بيسموها الفاكن بام، وبيسموها مضخات القضيب او علاج ضعف الانتصاب. يعني ايه يا دكتور عشان احنا مش فاهمين حاجة؟
هو عباره عن انبوبه مجوفه يا جماعه، بنحطها على القضيب، بستخدم معاها مضخه بتعمل باليد او البطاريه. المضخه دي هستخدمها عشان تمتص الهواء اللي جوه الانبوبه المفرغه دي، فبتعمل لي فراغ، فبتسحب الدم ناحيه القضيب، فالقضيب بينتصب، فتيجي انت ماسك حلقه مربوطه في القضيب بترجعها لورا وبتربط بيها القضيب علشان تحبس الدم اللي حصل ان هو جه ناحيه القضيب وتحافظ على الانتصاب الموجود. سيادتك بتمارس الجماع مع شريكه حياتك، وبعد كده لما يجي لك يعني الوقت اللي انت عايزه على حسب الوقت اللي انت عايزه، بعد ما تخلص بتيجي فاكك حلقه الانقباض، بيحصل عندك القذف وبينتهي موضوع الجماع. لكن هل له اثار جانبيه؟ اه، بيحصل كدمات في القضيب يا جماعه، تغير وقت القذف طبقا ليه؟ عشان الحلقه بتاعه الانقباض، يعني انت مش هيحصل لك قذف لسيادتك غير لما تشيل الحلقه. اخر حاجه، في احيانا بيحصل تنميل في وبروده في جسم القضيب، فبالتالي مش مستنصح طبعا اني اعمل الحلقه بتاعه الانقباض دي اكتر من 30 دقيقه، لانها طبعا بتحبس الدم وبتمنع تدفق الدم للقضيب، فبالتالي بتبقى خطر جدا، خاصه لو حسيت بتنميل او الام في القضيب، يبقى لازم اشيل الحلقه بسرعه. كده يا جماعه اكون لميت موضوع وطرق علاج الانتصاب بجميع الطرق، بدءا من الادويه للحقن لللبوس، بدءا من الجراحات، بدءا من الاجهزه، كل ده احنا اتكلمنا عنه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. ان شاء الله الحلقات الجايه الخاصه هتبقى بسرعه القذف او عن الانتصاب او اي حلقه كانت عن مواضيع الضعف الجنسي بصفه عامه، ان شاء الله هنتناول دواء دواء، وهنعرف في كل حلقه عن الادويه كل ما يجب معرفته عنها. في نهايه الحلقه بشكر كل الناس اللي بيتابعوني، يا ريت يا جماعه ندعم القناه بلايك للفيديو، ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل يوم فيديو جديد، ويا ريت يا جماعه نشير القناه لاصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. كنتم في قناه الصحه والتخسيس، كان معكم دكتور حنس حشمت، الف سلامه.